متابعينا الكرام، نتواصل مع الشوط الثاني وهو الاول، الشوط الرئيسي للجعدان الحقايق. المسافة 3 كيلومتر. نتمنى التوفيق والسلامة للجميع. خلونا نتواصل مع الشوط، نسير مع ضرغام سالم بن خليفة بن محمد الدرعية. اما المركز الثاني عندنا المختبر محمد بن طبيب بن راشد الدرعية، اخذ لنا لفه على المركز الثالث شاهين لحميد بن سالم بن ثعلوب الدرعيه. ناتي الى مقدمه الشوط، ناتي متابعينا الكرام الى ضرغام سالم بن خليفه بن محمد الدرعيه، هو الذي يتمركز على راس حربه الشوط، هو الذي يقود المسيره. يا سلام، هناك الصداره في هذا الشوط من قبل ضرغام. اما المركز الثاني فعندنا المختبر محمد بن طيب بن راشد، والمركز الثالث عندنا شاهين حميد بن سالم بن ثعلوب الدرعيه. هناك مسلم بن سالم في المتابعه. يا سلام، بدا بالاداء هناك والتغيير للمركز الثاني، لكن الصداره واضحه من ضرغام سالم بن خليفه بن محمد الدرعيه. يا سلام، تحياتي لحمد بن سعيد بن علي. هناك نسير نتابع ونشوف مجريات الشوط. يا سلام، انا ارى هناك ضرغام وانا ارى قدوم شاهين. شاهين هنا انطلاقه طيبه صباحيه اليوم من برنس الميادين ميدان الرقعات، حيث نتابع التنافس، حيث نتابع التحضير، حيث نتابع الاداء من مسافه 3 كيلومتر. هي المسافة التي تختبر فيها هذه الفئة، والتي حضرت من أجلها، والتي تخوض فيها هذه المنافسة. هنا القدوم قوي من شعار بن ثعلوب، هناك تهديدات قوية على تغيير مسار الشوط. يا سلام، شاهين قادم، شاهين حميد بن سالم بن ثعلوب الدرعية، بينما هناك ضرغام سالم بن خليفة محمد الدرعية. يا سلام، بن علي هناك يتابع عن قرب. وخلونا مع الثنائي، خلونا مع الإبداع، خلونا مع الأداء. المركز الثالث هناك المختبر محمد بن ضبيب بن راشد الدرعي، ولكن الصراع الثنائي في هذا الصباح ما بين ضرغام وما بين شاهين. وين يا ترى بيصير الناموس؟ وين يا ترى بيكون الأداء والإبداع في الأمتار الأخيرة وحسم الأمور؟ شاهين لا زال الآن وبدأ بالتغيير، لا زال مصر على الضغوطات وبدأ بالتغيير. شعار بن ثعلوب، الله الله على الصدارة والعصا في الأبطان. مركز الثاني ضرغام سالم بن خليفة محمد الدرعي. الكيلو متر الأخير، كيلو الحسم، كيلو العزم، كيلو الإبداع، كيلو الأداء والإثارة. فنتابع هناك الأداء الطيب والإبداع المميز من شاهين حميد بن سالم بن ثعلوب الدرعي. عصاته في الأبطان، عصاته في الابطان. يا متابعين الكرام، هنا يسبق في صدارة الشوط بأداء مميز وعصاته في الابطان شاهين وحميد بن سالم. تحياتي، ما شاء الله تبارك الرحمن، بدأ بالأداء المميز بدون أوامر. تحياتي لمالك هذا الشعار. يا سلام، سعادة سالم بن ثعلوب الدرعية، ما شاء الله. هنا يتواجد ممثل الرقيعات الدائمة، هنا يتواجد شعاره في الصدارة، 500 متر الأخيرة، العصا في الإبطان. خذ لفة على المركز الثاني، هناك ضرغام سالم خليفة محمد درعي. المركز الثالث المختبر محمد بن ضبيب بن راشد، أداء وإبداع وتفوق غوي بدون أي توامر من شاهين حميد بن سالم بن ثعلوب الدرعي. يا سلام يا سلام، حضور جدا مميز، هناك حضور مميز
نتابعها في هذا الشوط. تحياتي للمتابع الدائم. هناك عبيد العويسية، يا سلام، هنا العصافي الأبطان، حضور وأداء وتألق ما شاء الله، قدم العرض المميز بدون أوامر. عصاته في الأبطان، الناموس الراعي شاهين حميد بن سالم بن ثعلوب، والناموس السالم بن ثعلوب ما شاء الله، انتاج شاهين بن ثعلوب، انتاج غني عن التعريف، أبدع وتألق وقدم أداء جدا مميز في الشوط. انفراد انفراد كلي عن بقية المنافسين. أما المركز الثاني فيحضر الآن في ثانية المراكز ضرغام سالم بن خليفة محمد درعي، تحياتي لك يا بن علي. المركز الثالث المختبر محمد مطبيب الراشد الدرعي.